So welcome back to Lulia's channel. بهذا الفيديو حاعمل كونديس ميك اب لوك اللي هلا طلع معي اكشلي لك ارونو شو بدي اسميه. اي ثينك بيزبط على المكياج الخريفي لانه كمان في الوان البيربل والبينك. ف يا اذا حابين تعرفوا كيف عملت الميك اب لوك بس كيب واتشينج. بما انه اوريدي عامل الفيس ميك اب هلا دغري حبلش بالعيون وحاستعمل الكونسيلر اللي استعملته اللي هو برولونج وير من ماك كبرايمر للعين. بهذا اللوك حاستعمل هذه المورفي باليت اللي فيها الوان كثير. حاخذ هذا اللون اللي بيجي بيج مثل على شوي مزهر وحطه بالاي 35 سيجما على كل الجفن مثل ما انكم شايفين، بس اكيد ما بوصل لتحت الحاجب. هلا بالاي 45 سيجما حاخذ هذا اللون اللي بيجي بيربل على بينك وبحطه على الكريس تبعت العين. حمد شوي لجوا لحتى يعطي هيك مثل تدرج بالالوان بنفس الوقت مثل فيد سموكي. هلا بهذه الفلات برش حاخذ هذا الاوف وايت كولر وحطه على الانر كورنر يعني على الجفن الجواني من العين ووصله لثلاث ارباع الجفن، ما بدنا كثير لبرا، واعمل له هيك شويه بلندنج مع الالوان اللي حطيتها قبل. وبهالطريقه بفتح العين. ونفس اللون ححطه تحت الحاجب لحتى ابرزه اكثر. هلا بكمان اي 45 بس ما حاخذ هذا اللون الجراي الغامق وحدد فيه كسرة العين يعني هي بتجي الكريس وحوزعه حوالي الجفن المتحرك بطريقة انه يكون هيك واضح انه في لون غامق. هلا على دمعة العين حياخد سوفت اند جنتل من ماك اللي هو بيجي هايلايتر للوش وحطه كمان يفتح لي او يضوي لي عيني اكثر، وهيدا هو كل شيء حاستعمله بالنسبة للاي شادو. بالنسبة للايلاينر حاستعمل السوبر سكيني لاينر من نيكس وحارسم ايلاينر رفيع ومده شوي لبرا. بقبل العين ححط أناستازيا بيفرلي هيلز كونسيلر باني اللي هو بيجي باللون البيج السوبر فاتح أو الأوف وايت. وبالنسبة للاشز حأستعمل رموش بالرقم 3. فيكم تشتروا هذا الرموش على بينكي جوت ويب سايت اللي هو www.pinkygoat.com. حضيفه اون شوية individual lashes بالسايز medium كرمال هيك اضيف عبء اكتر للعين. وهودا اللاشز ما كتير متذكر البراند، اي ثينك اتوليه. وبالنسبة للحواجب فحعلمهم بنفس الباليت بلون هيك بني غامق وما حارسمهم كتير، بس بدي هيك نعبيهم او عبي الفراغات. بالنسبة للمسكارا حاستعمل this amazing مسكارا من Maybelline اللي هي اسمها Lash Sensational. وهلا حنضف تحت العين واستعمل ال Emphasize Powder من MAC. بتجي الباودر كتير خفيفة وكتير رقيقة وكتير حلوة لتضوي تحت العين، وحاعمل فيها كمان هايلايت خفيف للوش. بالنسبة للكونتورينج والبرونزر فاستعملت نفس البرودكت اللي هو Laguna من NARS وعملت فيه كمان كونتورينج المخاري. وبالنسبة للبلاش فحاستعمل فريد بوي من ذا بالم. من ماك حطيت هيدا الهايلايتر للوش اللي بيجي اسمه جست ويسب وبقلبه هيدا السيلفري تاتش. وعلى الليبس حط صور من ماك كمان اللي هو بيجي البلاينر على لون البنفسجي، وفوقها حط مهر كمان من ماك. اخر شيء حاعمله هو اني حعلم الكيوبيدز بو لحتى ابرزهم اكثر، وهذا بيكون اللوك لليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوه.
So that's it للميك اب اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الميك اب لوك اللي عاد سوبر ايزي، ما في الا لايك 4 ستابس وكثير حلو وكثير بيعطي جمال للعيون. اذا حبيتوا بليز لايك سبسكرايب تو ماي شانل اون يس شانل، وكمان دونت فورجيت تو فولو مي اون ماي سوشيال ميديا. شوفكم في ماي نكست فيديو، باي.